وقفة في وهران. كان مباشرة من مدينة وهران من ساحة نوفمبر وحركة طلبة رفقة المواطنين. حي الله حرار وهران، عدالة حرة، صحافة مستقلة. نعم، يجب أن يكون ذلك. بدون عدالة حرة ما فيش أي بلد يستطيع أن ينهض أو يتقدم بعدالة التليفون. عدالة التليفون تؤدي إلى كوارث، وصحافة الخضوع للجماعة الإرهابية، للمنظمة الإرهابية، لكمشة الجنرالات أيضا تؤدي إلى كوارث. بدون صحافة مستقلة لن نذهب بعيدا، بل بالعكس، كلما ابتعدنا عن الصحافة المستقلة وعن الكلمة الحرة وعن حرية التعبير، كلما توجهنا في اتجاهات خاطئة وخاطئة تماما، وهذه لهم دين لها العسكر. عجبني الشعار الجديد هنا، المشكل مش في حل البرلمان كما قالوا لهم في بداية الشعار. خلينا نسمعوه مرة أخرى مع بعض. حل البرلمان مسرحية، المشكلة راهو في الشرعية. حل البرلمان مسرحية، المشكلة في الشرعية. مشكلة في الشرعية. جيب أفضل برلمان في العالم، جيب أفضل برلمانيين في العالم. عندما يكون هناك ريموت كنترول من الخلف، عندما تكون هناك تيليكوموند من الخلف، عندما يكون هناك اللي يقول له اسمع افعل كذا وما تفعلش كذا، فلن يصبح برلماني. عندما يقولوا له اسمع افعل كذا أو كذا، والله عندنا الملف الأخلاقي الفلاني أو الملف المالي، ما نمشي. عندما يقولوا له إذا لم تستمع فإننا مصالحك ستضيع، خاصة وأنك أنت راك داخل البرلمان بالتزوير، فإنه سيكون تابع للمنظمة الإرهابية للمخابرات. قضية ليست شخص هنا أو هناك، ليست برلمان هنا أو هناك، قضية هي قضية شرعية نظام حكم كامل. نظام حكم كامل بني على الدبابة، بنية على عدم الشرعية، بنية على عدم الشعبية، بنية على الخداع وعلى المكر. لكن وصل الشعب الجزائري أن قاوم هذا الخداع والمكر. كل مرة كانت جهة معينة أو طرف معين يقاوم، هذه المرة هو كل الشعب الجزائري. كل، كي نقول كل بمعنى القوة الكبرى فيه أو الأغلبية فيه، في كل المدن. والشعار مدنية مش عسكرية، يعني بدون دولة مدنية لن نذهب بعيدا، سنغرق. والحقيقة رانا غرقنا 60 سنة، ولو كان زيدوا سنتين أو ثلاثة قد يكون الغرق إلى الأبد لا قدر الله.